السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي انستركسيون دو كالكول ماتيماتيك اللي كاينين في اريس لوجيك 500. دونك في اريس لوجيك 500 كاينين عندنا واحد لي انستركسيون ديال الكالكول ماتيماتيك. كيف ما كنعرفوا جميع كاينين ربعه ديال العمليات المشهورين. دونك عندنا لاديسيون، هنايا سوستراكسيون، ملتيبليكاسيون و ديفيزيون. هادو هما اللي غالبا كيتستعملوا. دونك غادي نديروهم كاملين حنايا باش يبان لنا الفرق بيناتهم. دونك غنبداو بلاديسيون، غنتبعوها سوستراكسيون، غادي نتبعوها ملتيبليكاسيون، هذا باش نديرو لا ديفيزيون. كيفما العادة لا سورس ا ديما تنديرو فيها هذاك ان سيت دو بوان زيرو ولا ان سيت دو بوان ان. المهم حنا في كل انستركسيون غادي نديرو ادريس ديفيرونس باش ما يتدخلش باش ما يتدخلوش لينا مع بعضياتهم. دونك هنا في سورس ا غادي نديرو ان سيت دو بوان زيرو، في سوستراكسيون غادي نديرو ان سيت دو بوان ان، ملتيبليكاسيون غادي نديرو ان سيت دو بوان دو، ولا ديفيزيون غادي نديرو ان سيت دو بوان تروا. وهنايا في سورس بي، سورس بي كدير هذيك لا فالور اللي غادخلها في الكالكول. بحال عندنا اديسيون غادخل هاد لا فالور، غتولي عندك هاد لا فالور دو ا زائد هاد الفالور دو بي. دائما الفالور اللي كتكون في سورس بي كتكون فيكست، يعني كتدخلها غير في الاول، والفاريابل كيبقى عندك هو سورس ا. دونك هنا هاد سورس بي كاملين غنديرو فيهم 10. دونك غناخدو مثال ديال 10، سورس بي غناخدو 10، بقات لا ديستيناسيون. دونك كل عملية حسابية خاصها واحد الكاز اللي غادي دير فيها الريزلت. دونك هي هاد ديستيناسيون، حتى هي غادي نعطيوها واحد لادريس ان سيت دو بوان كات مثلا. هنايا نفس الشيء، كل وحدة غنعطيوها ادريس بوحدها، هي اللي غادي يمشي ليها لا فالور اللي تحسبت لينا. دونك غنديرو لا سيميلاسيون. هنايا كما كتلاحظوا معايا عندنا لاديسيون، وعندنا سورس ا زيرو، سورس بي 10. دونك زيرو زائد 10 هي 10. نفاريو في سورس ا نديرو 30 مثلا، و 30 زائد 10 كتعطينا هي 40. هذه سهله. دابا ندوزو للسوستراكسيون. دونك سورس ا عندنا زيرو، و سورس بي عندنا 10، و في الريزلت عندنا موان 10. دونك زيرو موان 10 راه هي موان 10. الا درنا هنايا 50 مثلا ولا 40، دونك 40 ناقص 10 هي 30. ندوزو دابا لا ملتيبليكاسيون. لا ملتيبليكاسيون كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا سورس ا فيها 0، سورس بي فيها 10. دونك 10 في 0 هي 0. الا درنا في سورس ا 10، دونك الريزولتا خاصها تعطينا 100. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا 10 في 10 هي 100. ولا ديفيزيون بطبيعة الحال قسمة. دونك الا درنا 10 على 10 تعطينا 1، ولا درنا 100 على 10 تعطينا هي 10. دونك هذا هما لي كات انستركسيون لي مشهورين وكنستعملوهم دائما. دونك من الاحسن انكم تكونوا فاهمينهم دابا، حيت غادي نستعملوهم ملي غادي ندخلوا لي موديل انالوجيك. السلام عليكم.